أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السؤال أن أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم يطالب بحقه أو يشهر السيف؟ بوجه اعدائه الذين اغتصبوا الخلافه منه واذوه وظلموه وما تركوا منكرا الا وفعلوه في حقه قلنا الجواب عن هذا السؤال يتوقف على تقديم مقدمتين، المقدمة الأولى ذكرناها بالأمس، وهي أن القاعدة المنطقية تقتضي أن يقال للغاصب يجب عليك أن ترد ما غصبته إلى المغصوب، وليس واجب على المغصوب أن يطالب بذلك. المقدمه الثانيه السلام عليكم ورحمه ان الامام عليه السلام اذا اراد مواجهه القوم فيمكن ان يواجه بطريقين الطريق الاول الحرب السلميه الصوره السلميه للمطالبه بالحق وهذه تقوم على كشف الحقائق وبيانها للناس والتاثير على الراي العام لكي يقف الى جانب الحق الصوره الثانيه المواجهه الحربيه باخذ الحق بالقوه والحرب وهذه الطريقه هي في نفسها تحتاج الى وعي سلام عليكم ورحمه من قبل الناس وتحتاج الى رجال يقفون مع صاحب الحق يدافعون عنه امير المؤمنين عليه السلام اختار الحل الاول مضى بالحل الاول الحل السلمي لاسباب عديده اقول الاسباب بشكل سريع ثم اذكر الشواهد السبب الاول ان الضروره الدينيه والاجتماعيه كانت تتحمل الحرب السلميه ولا تتحمل الحرب العسكريه لان المجتمع كان مبتدئا بالدين والاسلام بعد القيم الدينيه ما كانت راسخه في النفوس والعقول الكثير من الجيل السابق اللي كان في زمان الجاهليه ممن يعبدون الاصنام والاوثان وتتحكم فيهم قيم الجاهليه لا زالوا هم الجيل الذي دخل في الاسلام. وهذا الجيل مبادئ الاسلام وقيم الاسلام بعد لم تنتشر فيه وتستحكم في سلوكه وفي افكاره. امير المؤمنين وهو خليفه الله في الارض امينه على دينه وعلى احكامه احرص الناس ببعثه النبي صلى الله عليه واله لا يمكن ان يقوم بعمل يؤدي هذا العمل الى نقض الغرض من بعثه النبي ويعيد الناس الى الجاهليه فالمجتمع اذا كان تحدث فيه ازمه فيها قتل وقتال مع وجود التيارات والاحزاب المخالفه للاسلام في المدينه خصوصا من المنافقين من اليهود من ضعفاء الايمان كان القتال يؤدي بهم الى الارتداد عن الدين وهذا الامر الامر مثل امير المؤمنين لا يفعله. ستاتي ان شاء الله الشواهد حتى تشوفون مجريات الاحداث كيف كانت تمضي. السبب الثاني ان اثر الحرب العسكريه اثر موقت وسلبي. الحرب مهما تريد تكون حرب، وتستعمل فيها مختلف الوسائل، تبقى الحرب آثارها محدودة وموقتة، سرعان ما تنتهي بانتهاء الحرب، الذي يريد أن يبني مجتمعاً مسلماً متديناً يؤمن بالله واليوم الآخر، تحكمه ثقافه القران وثقافه السنه لا يمكن ان يراهن على الحرب في انتزاع الحق وانما لا بد من اتباع الاساليب السلميه لاجل ترسيخ هذه الثقافه الاساليب السلميه تستدعي تنوير عقول الناس ترسيخ ثقافة الإسلام فيهم، تربية أجيال على الفكر الصحيح، معرفة الظالم من المظلوم، معرفة الحق من الباطل، هذه القضية لا يمكن أن تقوم في زمن الحرب، وإنما تقوم في زمن السلم، وقد انتصر أمير المؤمنين بهذا الخيار، على كل اعدائه في زمن الازمه اللي غصبت منه الخلافه اتباع علي كانوا القله القليله هم عصابه قليله من المؤمنين ربما كانوا يعدون بالاصابع ولكن اليوم حينما ننظر اتباع علي حوالي نصف المسلمين تاريخ الإسلام الذي صنعه التاريخ العلمي التاريخ الفكري في مختلف العلوم والفنون صنعه أتباع عليه نسبة كبيرة منه صنعه أتباع عليه الذي يقرأ تأثير علماء الشيعة والموالين في تاريخ المسلمين من ناحيه العلوم الفنون المعارف الصناعات السياسات يجد ان هذا الموضوع جدا جلي في التاريخ ان رموز علماء الاسلام رموز ادباء الاسلام رموز مفسري الاسلام رموز الفقهاء والنحاه والادباء ومن شيعة علي لاحظوا كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام مثلا لاحظوا الشيعة وفنون الإسلام مثلا هذه الكتب دونت لبيان هذه الحقيقة اليوم شيعة أمير المؤمنين يقاربون نصف المسلمين هذا العدد الكبير هذا الحضور الكبير في مختلف مجالات الحياه ما كانت الحرب والقتال يصنعه، وانما تصنعه المواجهه السلميه، ترسيخ الافكار والاعتقادات الصحيحه. السبب الثالث ان امير المؤمنين بهذا الاسلوب الذي اختاره نقل المواجهه والحرب من حاله شخصيه ثاريه مصلحيه الى حرب حضاريه اعتقاديه شامله اذا كان يشهر السلاح ويقاتل القوم التاريخ كان يقول بان عليا قاتل لاجل حقه واخذ حقه والنتائج شنو تصير؟ تقول بالنتيجة ذهب السيف بما أراد أما حينما لم يطالب بحقه بالسيف طالب بالسلم وبالمواجهة وبالمحاورات وبإثبات الحق صير الحرب حرب حضارة هناك فئتان هناك حضارتان دين مزيف صنعه اعداء علي كما بيناه بالامس ودين حقيقي بامامه علي عليه السلام منذ ذلك اليوم الى يومنا هذا الصراع موجود والصورتان للدين موجوده اكو صوره مزيفه كل اهل العلم اهل البحث اهل الفضل كل منصف في هذا العالم يدرك هذه الحقيقه حس لا يعترفون بها لمصالح. لا يعترفون ولكن واقع الحال كل ذوي البحث، كل الدراسات والمؤلفات من قبل المنصفين يدركون بأن الحق في علي وشيعته. الإسلام الصحيح في علي وشيعته هؤلاء كانوا ملوك وسلاطين يطلبون السلطة ويحكمون باسم الاسلام لانه يخدم سلطتهم. هذه هي الحقيقه الواقعيه اللي شواهد الاحداث تكشف عن هذا. اذا السؤال ينبغي ان يتغير لا ينبغي ان يكون السؤال لماذا علي لم يطالب بحقه هذا السؤال خطا. علي طالب بحقه ولكن طالب باسلوب الانبياء والرسل بالعقل وبالحكمه وبالبرهان وما طالب بحقه بالحرب اللي هو اساليب الملوك والجبابره اخذ الامور بالقوه من هنا يكون الجواب عن هذا السؤال ان امير المؤمنين لماذا ما شهر السلاح هو طالب بحقه بالطرق السلميه طالب ما طالب بطريق الحرب هذا ان شاء الله في الليالي القادمه اتحدث عنه لاحظوا الشواهد على هاي الحقيقه ان امير المؤمنين عليه السلام طالب بحقه في كل موطن في كل مكان يجد فرصه للمطالبه بحقه كان يطالب بحقه هاي الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يرويها عن ابائه أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب في الكوفة، يعني هاي القضية بعد وصول الخلافة بالكوفة، مو بالمدينة سأجي هاي محاورة في الكوفة وأكو محاورة في المدينة هسه هاي حاليا في الكوفة فلما كان في آخر كلامه قال إني لأولى الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله فقام الأشعث بن قيس هذا رجل مليء بالشنايع مليء الحديث عن سيرته وعن أوصافه هو يحتاج لمجلس كامل فقام الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين لم تخطبنا خطبة منذ قدمت العراق الا وقلت والله اني لاولى الناس بالناس وما, ظل وما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه واله ولما ولي تيم وعدي يعني الاول والثاني الا ضربت بسيفك دون ظلامتك اشهر سيفك. هسه هذا هو فيه دس هذا هذا الكلام هو فيه دس. فقال امير المؤمنين عليه السلام: يا ابن الخماره قد قلت قولا فاستمع. والله ما منعني الجبن ولا كراهية الموت ولا منعني ذلك إلا عهد أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ أمير المؤمنين يذكر في جوابه جملة من الأشياء محل الشاهد هو هاي هاي المحاورة اللي جرت بين أمير المؤمنين والأشعث ابن قيس تعتبر وثيقه على ما ذكرنا. لان الاشعث ابن قيس يقر بان امير المؤمنين ما خطبهم في الكوفه الا وقال انا اولى الناس. يقر بهذه الحقيقه، هاي وثيقه تعتبر تاريخيه على ان امير المؤمنين عليه السلام ما سكت عن حقه منذ ان دخل العراق كان يصرح وهو حاكم. يصرح أنا أولى الناس إذن هذا الذي يقول ما طالب بحقه شي يقول في مقابل مثل هاي الوثيقة هذا واحد هذا في الكوفة وأما في المدينة يعني قبل مجيئه إلى الكوفة روى جماعة مو واحد واثنين جماعة من أهل الحديث والرواة رووا هاي القضية أنه عليه السلام خاطب أبا بكر وحاشيته بعد أن بويع أبو بكر من قبل جماعة ونصب طالبوا أمير المؤمنين بالبيعة زين فجاءوا إليه يطالبونه بالبيعة وصاحوا به انه ناخذك للمسجد حتى تبايع. فرفضهم امير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا ما قاله لهم. هذا الحوار في المدينه. انا احق بهذا الامر منكم. ابو بكر هو و من يحتف به من اعوان السلطه امير المؤمنين يخاطبهم بصيغه الجمع، لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعه لي، اخذتم هذا الامر يعني الخلافه من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي قلت إحنا قريش إحنا أقرب من الأنصار من النبي فأحقوا بالخلاف فد مدعيات جاهلية مبنية على مغالطات وكذب وتأخذونه منا أهل البيت غصبا أنت أخذت الحكم من الأنصار بدعوى أنكم أقرب وإذا أقرب أهل البيت أقرب المفروض تعطون لكم إذن مو تغصبون الخلافة منهم ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانتكم من رسول الله فأعطوكم وسلموا إليكم الأمارة الإمارة طبعاً وانا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار، نفس ما تقول قلتموه للانصار نقوله لكم. نحن اولى برسول الله حيا وميتا. فانصفونا ان كنتم مؤمنين. انصفونا انطونا النصفه. وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون طب هذا مفهوم الشرط هنا انصفونا إن كنتم مؤمنين بدلالة على أن حينما لم ينصفوهم لأهل البيت شنو النتيجة ما كانوا مؤمنين هاي النتيجة مقتضى مفهوم الشرط هالشكل يفيد زين هاي القضيه كانت تعيش مع ابي بكر بعد القضيه بعد الواقع لذلك كان كثيرا ما يحاول يستميل عليا وكانه في ضميره اكو عقده يريد يرتاح منها ويسترضي عليا عليه السلام من هذا الامر لذلك اكو محاورة جدا طويلة هي طويلة هاي المحاورة، جرت بين علي وبين ابي بكر فيها الكثير من الحقائق وتغنينا عن نقل الكثير من الاشياء من الوقايع، انا انقلها لكم. الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. عن أبي سعيد الوراق عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام يعني في طريق المعصومين قال لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي بن أبي طالب عليه السلام لم يزل لاحظوا العبارة لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط يظهر لعلي يحاول يقترب منه ويرى منه انقباضا هو ينبسط لعلي وعلي ينقبض منه يبتعد عنه فكبر ذلك على أبي بكر فأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذره اليه لما اجتمع الناس عليه، وأنه قليل الرغبه بالخلافه، وهو زاهد بها، ولكن الناس بايعوني والناس، هاي التبريرات اللي عادة موجوده. فاتاه في وقت غفله. وقت غفله يعني الناس ما ينتبهون. مثلا اخر ليل، وقت مغرب، اول فجر الناس ما ينتبهون وقت غفله. وطلب منه الخلوه ان يختلي بعلي عليه السلام. وقال له والله يا ابا الحسن ما كان هذا الامر مواطاه مني، انا ما متامر في موضوع الخلاف. ولا رغبة فيما وقعت فيه. انا مو راغب فيها يا ملك من الملوك يقول انا راغب بها. هاي ملوك الدنيا لا انا امامكم. كلها تقول نحن من الزاهدين لولا ناس صلحوا عدل ما يصير في البلد فاحنا هم اداه لهذا العدل. كلها تقول نفس المتعه. فأنا مو راغب في هذه الخلافة، ولا حرصا عليها، ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة، ولا قوة لي لمال، ولا كثرة عشيرة، شوفوا الإقرارات واحدة بعد الأخرى، لا كثرة مال عندي، لا كثرة عشيرة عندي، ولا إبتزاز، فما لك تضمر علي ما لم استحقه منك. يعني كانه يقول له انت حاقد علي. وانا ما استحق هذا وتظهر لي الكراهه فيما صرت اليه. تكرهني انت. وتنظر الي بعين السأمه مني، السأمه يعني الملل. الإنسان من يمل من شيء يتنفر منه فأنت تتنفر مني عينك عين السأمة مني هذا كلام أبي بكر لاحظوا أمير المؤمنين ماذا قال له قال له فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه من الجابرك عليه أنت مراغب صدق ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به وبما يحتاج منك فيه. اذا انت صدق من راغب خذ خلي غيرك. فقال ابو بكر لاحظوا هاي هي اللي الاحداث اللي تتشابه في مختلف الازمنه والعصور. لاحظ التبرير فقال ابو بكر الذي دعاني حديث سمعته من رسول الله ان الله لا يجمع امتي على ضلال ولما رايت اجتماعهم اجتماع الامه يعني اتبعت حديث النبي وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعت يعني امتنعت عن الخلافة كم كذبة هنا وعلي من جاي غالط على عليين حديث واحد هم يقول لرسول الله تطبيقهم فيما نحن فيه هو هذا محل كلام ايات بالمئات من القران احاديث بالالوف من رسول الله صلى الله عليه واله يقول امروا عليا اتبعوا عليا هو يقول حديث واحد في مقابل كل هذني انا جبرني اخذ وين نحط هذا بأي ميزان من موازين التعليل العلمي والمنطقي لقبول هذه الحجة ثم لا تجتمع أمتي على ضلالة ويقول العلي أمير المؤمنين لا تجتمع وعلي وكل بني هاشم ما كانوا في هذا الاجتماع يعني واحد يكذب على نفسه ويضرب نفسه جاي يكذب حتى يبرر موقفه شيء مؤلم. زين امير المؤمنين شنو اجابه؟ فقال له امير المؤمنين: اما ما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه واله ان الله لا يجمع امتي على ضلال، أفك افكنت من الامه او لم اكون؟ علي عليه السلام انا من الامه لو خارج الامه. قال بلى يعني من الأمة قال وكذلك العصابة الممتنعة عليك اللي امتنعوا من البيعة من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار كل من الأمة يقول لا نعم من الأمة إذا تقول اجتمعت أمتي على ضلال هذا وين الاجتماع في الصغرى اذا انت جاي غالط فقال علي عليه السلام: فكيف تحتج بحديث النبي وامثال هؤلاء قد تخلفوا عنك؟ وليس للامه فيهم طعن. ماكو احد من الامه يشكي عليهم يقول هؤلاء مثلا كذابه، مثلا ناس سالمين، ثقات، عدول، اخيار. ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير ماكو نزاع فيهم في سلامته نظر إلى حجة ثانية شوف الجواب الثاني إنه بالتبرير الثاني قال ما علمتهم من تخلف عن الامر يعني ما ادري هذول تخلفوا عن البيان. وخفت ان دفعت عني الامر يعني ما قبلت بالخلافه ان يتفاقم الى ان يرجع الناس مرتدين على الدين ايش قد مكرره هاي الصوره في تاريخ المسلمين وكان ممارستكم الي ان استجيب لهم خير مما ان يضرب الدين ويطعن الدين ويضعف الدين قال علي عليه السلام أجل ولكن أخبرني من الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه شاف المحاورة وياه البحث عن الأعاذير هذا ما يوصل إلى نتيجة دخل في موضوع آخر أخذ منه الإقرار على نفسه بأن عليا أحق بهذا الأمر منه بعد أن ثبت أن إجماع من الأمة عليك ما لا تدعي إجماع واتفاق الأمة بالبيعة لا أكو بيعة فيها إجماع ولا أكو اختيار فيها إجماع لاحظوا ماذا قال له أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه يعني إذا يريد واحد يكون خليفة شنو كفاءاته اللي تؤهل ان يكون خليفه شنو فقال ابو بكر بالنصيحه والوفاء ورفع المداهنه والمحابات وحسن السيره واظهار العدل والعلم بالكتاب والسنه وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا وقله الرغبه فيها وانصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد ثم سكت هاي جمله الخصائص اللي ينبغي ان يتحلى بها الخليفه فقال علي عليه السلام انشدك بالله يا ابا بكر افي نفسك تجد هذه الخصال او فيه هذا اسلوب راقي في المحاورة هذا يعلم المحاورين شلون يجر الطرف المخالف المغالط يجر الى الاقرار قال بل فيك يا ابا الحسن اقر قال انشدك بالله انا المجيب لرسول الله قبل ذكران المسلمين ام انت قبل ان يصير مسلم اصلا مسلمين في الناس من اول من اجاب النبي قال بل انت مو انا انت قال فانشدك بالله انا الاذان لاهل الموسم ولجميع الامه بسوره براءه ام انت منو؟ قال: بل انت. قال: فأنشدك بالله أنا وقيت رسول الله بنفسي يوم الغ... يوم الغار أم أنت؟ قال: بل أنت. قال: انشدك بالله الي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم. أم أنت؟ إنما وليكم الله الآية. قال: بل لك هاي الآية. قال: أنشدك بالله أنا المولى لك في قضية الغدير ولكل مسلم بحديث النبي يوم الغدير أم أنت؟ قال: بل أنت. قال انشدك بالله الي الوزارة من رسول الله والمثل من هارون من موسى حديث المنزلة ام لك؟ قال بل لك. قال فانشدك بالله ابي برز رسول الله وبأهل بيتي وولدي في مباهلة المشركين من النصارى ام بك وبأهلك وولدك؟ قال بكم. قال فأنشدك بالله ألي ولاهلي وولدي آية التطهير من الرجز أم لك ولاهل بيتك. قال بل لك ولاهل بيتك. قال فأنشدك بالله أنا صاحب دعوة رسول الله وأهلي وولدي يوم الكساء. اللهم هؤلاء اهلي اهل بيتي ام انت؟ قال: بل انت واهلك وولدك، آية التطهير. قال: فأنشدك بالله انا صاحب الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ام انت؟ سورة الدهر قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف إلا ذو الفقار إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي أنت أم أنا قال بل أنت يعني جاي يصفر من الفضاء الوحدة بعد الوحدة قال فأنشدك بالله أنت الذي ردت له الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أنا قال بل أنت لاحظوا ظن الإقرارات أبو بكر أصلا ما جاء يناقش فيه معناته من الثوابت من المسلمات وإلا كان يقول شو وقت ردت الشمس ولا الشمس ما ردت كان يقدر يقول هذا الشيء بس ما قال هذا الشيء هذه هم وثيقه اخرى على كل المخالفين في هذا الزمان اللي يشككون في مثل هذه القضايا، هذا اقرار صريح من ابي بكر في هذه القضيه. قال فانشدك بالله انت الذي حباك رسول الله برايته يوم خيبر ففتح الله له ام انا؟ قال بل انت. قال فانشدك بالله انت الذي نفست عن رسول الله كربته وعن المسلمين بقتل عمرو بن ود ام انا قال بل انت قال فانشدك بالله انت الذي ائتمنك رسول الله رسالته الى الجن فاجابت ام انا اي كلها احداثها ووقائع جاي يشير الها قال بل انت قال انشدك بالله انت الذي طهرك رسول الله من السفاح من ادم الى ابيك بقوله انا وانت من نكاح لا من سفاح من ادم الى عبد المطلب انت ام انا قال بل انت. قال فأنشدك بالله انا والد الحسن والحسين ريحانتيه اللذين قال فيهما هذان سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما ام انت؟ قال بل انت. قال فأنشدك بالله أخوك المزين بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة أم أخي جعفر الطيار قال بل أخوك عليكم السلام قال فأنشدك بالله أنا ضمنت دين رسول الله وناديت في الموسم بإنجاز موعده أم أنت يعني نادى المنادي ان اي واحد اكو عنده طلب على رسول الله دين شيء فليراجع عليا عليه السلام وفا ديونه. قال بل انت. قال فانشدك بالله انا الذي دعاه رسول الله لطير عنده يريد اكله فقال اللهم ائتني باحب خلقك اليك بعدي ام انت؟ قال بل انت. قال فانشدك بالله انا الذي بشرني رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تاويل القران ام انت قال بل انت قال فانشدك بالله انا الذي شهدت شهدت اخر كلام رسول الله وتوليت غسله ودفنه ام انت قال بل انت قال فانشدك بالله انا الذي دل عليه رسول الله بعلم القضاء بقوله علي اقضاكم ام انت قال بل انت قال فانشدك بالله انا الذي امر رسول الله اصحابه بالسلام عليه بالامره في حياته، يعني يقولوا له يا امير المؤمنين انا ام انت؟ قال بل انت. قال فانشدك بالله انت الذي سبقت له القرابه من رسول الله ام انا؟ قال بل انت. قال فانشدك بالله انت الذي حباك الله بدينار عند حاجته وباعك جبرائيل واضفت محمدا صلى الله عليه واله واطعمت ولده فبكى ابو بكر وقال بل انت قال فانشدك بالله انت الذي حملك رسول الله على كتفيه في طرح صنم الكعبه وكسره حتى لو شاء ان ينال افق السماء انالها انت ام انا؟ قال بل انت قال فانشدك بالله انت الذي قال له رسول الله انت صاحب لوائي في الدنيا والاخره ام انا قال بل انت قال فانشدك بالله انت الذي امر رسول الله بفتح بابه في مسجده حين امر بسد جميع الابواب ابواب اصحابه واهل بيته وأحل له فيه ما أحله الله له أم أنت أنا أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك الله أنت الذي قدم بين يدي نجوى رسول الله صدقة فناجاه أم أنا هاي الآية الشريفة اللي تقول بتقديم الصدقة اذ عاتب الله قوما فقال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات صحابه يريدون يلتقون برسول الله على موت صدقه فلس فلسين ابت نفوسهم ان تتصدق من النبي بس امير المؤمنين تصدق هذا حب الدنيا شوفوا وين يقود بني ادم. قال فانشدك بالله انت الذي قال فيه رسول الله لفاطمه: زوجتك اول الناس زوجتك اول الناس ايمانا وارجحهم اسلاما في كلام له انا ام انت؟ قال بل انت فلم يزل يعد عليه مناقبه التي جعل الله له دونه ودون غيره ويقول له ابو بكر بل انت. اذا علي هو مجمع المناقب، وابو بكر صفر من المناقب. هاي هي المحصله. هاي هي النتيجه. قال فبهذا وشبهه يستحق القيام بامور امه محمد صلى الله عليه وسلم على محمد يعني بمثل هذه المناقب لازم يكون الخليفه اللي يقوم مقام النبي فقال له علي فما الذي غرك عن الله وعن رسوله وعن دينه وأنت خلو من مما يحتاج إليه أهل دينه أنت فارغ من المناقب شلون تكون أنت الخليفة قال فبكى أبو بكر وقال صدقت يا أبا الحسن انظرني يومي هذا طيني مهل. فأدبر بما انا فيه وما سمعته منك اتامل لعله يتراجع مثلا قال فقال له علي لك ذلك يا ابا بكر فرجع من عنده وخلا بنفسه يومه ولم ياذن لاحد الى الليل ما خلى احد يدخل عليه يعني اختلى في تفكير انه شي سوي في مقابل كل هاي يعني هاي حجه دامغه بعد ما بيها مجال وعمر يتردد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي يروح ويجي فبات في ليلته لاحظوا تتمه الروايه فبات في ليلته فراى رسول الله في منامه متمثلا له في مجلسه هذا معناه ان رسول الله مشرف على كل هذه القضايا وجاءه بالمنام حتى تتم الحجه عليه بعد كل عذر بعد ما يبقى فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فولى وجهه عنه، فقال أبو بكر يا رسول الله هل أمرت بأمر فلم أفعل؟ هل أمرت بأمر فلم أفعل؟ أنا عاصي مثلاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أرد السلام عليك وقد عاديت الله ورسوله وعاديت من والى الله ورسوله؟ عاديت عليا وأرد عليك السلام؟ رد الحق إلى أهله أمر هو يقول اذا انا اكو فرد امر انا مخالفه هنا امر رسول الله يلغي هذا الاحتمال من ذهنه يقول رد الحق الى اهله قال فقلت من اهله ما يدري قال من عاتبك عليه بعد المحاوره وهو علي عليه السلام. قال فقد رددت عليه يا رسول الله بامرك. قال فاصبح وبكى وقال لعلي ابسط يدك فبايعه وسلم اليه الامر، هذا كله بالحلم <applause> كله بالحلم. وقال له اخرج الى مسجد رسول الله فاخبر الناس بما رايت في ليلتي وما جرى بيني وبينك. امير المؤمنين لما راح اخبره بالحلم قال له اطلع بالمسجد قولها ومو تقولها الي وحدي فاخرج فاخرج نفسي من هذا الامر فاخرج نفسي من هذا الامر واسلم عليك بالامره. اعترف بهذا أمام الناس قوله. قال فقال له علي نعم فخرج من عنده متغيرا لونه فصادفه عمر وهو في طلبه كان يطلب فقال له ما حالك يا خليفة رسول الله شبيك متغير لونك ومن مضطرب فاخبره بما كان منه وما راى وما جرى بينه وبين علي عليه السلام فقال له عمر لاحظوا ال الوجع هنا قد مؤلم هذا الكلام اللي راح فقال له عمر انشدك بالله يا خليفه رسول الله ان تغتر بسحر بني هاشم فليس هذا بأول سحر منهم هذا معتقد هذا إيمان يعني مو كرامات ومعاجز بإذن الله وبأمر الله سحر فما زال به يعني عمر ما زال بأبي بكر حتى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه ورغبه فيما هو فيه وأمره بالثبات عليه والقيام به والقيام به قال فاتى علي عليه السلام متفقه وهو وابو بكر يجون للمسجد حتى ابو بكر يعلن امام الناس قال فاتى علي المسجد للميعاد فلم ير فيه احدا منهم فاحس بالشر منهم واضح ان من حينما يجون يعني اكو تواطؤ فقعد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فمر به عمر وهذا اللي يسوي القضية يحوص حولها فمر به عمر فقال يا علي دون ما تروم خرط القتاد خلافا ننطيك إياه ما ننطيك القتاد خرط القتاد اكو بعض النباتات بها اشواك رؤوس الشوك للاعلى ضارب اذا فرد واحد يخرط الشوك من الاعلى الى الاسفل شي يصير بايده وكلها شوك تتجرح وتدم تدم. هذا يسموه العرب خرط القتاد يعني دونك الانسان انه منعطيها حتى على الدم فعلم بالأمر وقام ورجع إلى بيته أمير المؤمنين زين هذه محاورة كشفت الكثير من الحقائق والوقاية بالرغم من أنها طويلة لكن الكثير من الحقائق فيها وتبطل مدعى من يقول أن عليا ما طالب بحقه مطالبة واضحة صريحة واسعة اكو محاورة اخرى جرت بين جماعة من اصحاب علي مع ابي بكر في المسجد، هذه ام لها تفصيل ولها دلائل مهمة ان شاء الله غدا نتعرض اليها. نسال الله تبارك وتعالى بحق امير المؤمنين ان يجعلنا من الموالين له والناصرين والتابعين والمطيعين المتبرئين من اعدائه. ببركه الصلاه على محمد واله الطيبين الطاهرين